العقد الاجتماعي ما بين المواطنين والدولة ينص على أنه المواطن يقوم بالمطلوب منه جبائيا بناية على عقد اجتماعي ما بينه وما بين الدولة. شنو يقول العقد الاجتماعي هذا؟ يقول أنه المواطن عنده ممثلين هما اللي استمتوا الجباية، هما اللي استمتوا القوانين المالية، هما اللي استمتوا التشريعات، هما اللي استمتوا، هما اللي صوتوا عليها باعتبارهم ممثلين لذلك المواطن. فالمواطن هو في الأخير اللي يستنبط التشريعات الجبائية اللي تهمه، لأنه مطالب بأداء الجباية مقابل خدمات تقدمها له الدولة. المواطن هذا هو اللي يستنبط عن طريق المجلس التشريعي متاعه اللي صوت على القوانين وعلى قوانين المالية، وقت اللي هذا هو العقد اللي ما بين المواطن وما بين الدولة. اليوم الليزوبليغاسيون فيسكال متاع المواطن، الواجبات الجبائية، واجب جبائي، الواجبات الجبائية ما عادش جاية من المواطن وما عادش جاية من الناس اللي مثلوه، ولا جاية من عند سلطة تنفيذية لا تخضع لا لرقابة المواطن ولا لرقابة السلطة الرقابية اللي هي ممثلة في البرلمان. فهنا تساؤل كبير أولا حول العقد الاجتماعي ما بين المواطن والدولة، مازال قائم ولا غير قائم؟ إذا كان نقول أنه ولات هذه قرارات مسقطة من الجهاز التنفيذي على المواطن اللي لا عنده لا الحق لا يناقشها ولم تقع المشاركة فيها. واحد، اثنين وهو مهم جدا، هل مازال المواطن التونسي في ظل هذه التشريعات اللي قاعدة تجي عن طريق قرارات وأوامر رئاسية، مازال مطالب المواطن اليوم ولا لا بأداء واجباته الجبائية في ظل غياب التشاركية اللي جاء بها الدستور واللي جات بها الثورة التونسية؟ هذا سؤال كبير ياسر لازم تطرح اليوم، لأنه المخرجات والإجابات على هذا السؤال ممكن تهزنا إلى أجوبة نعم ممكن ما نتصورهاش الآن. نعم.